يلا باي. شفت؟ لا ما حلوة لسه دي. عرفت الوبر؟ يجي مرة مو حلو. فكات الطحين عكد في المي. وين رايحة؟ رايحة على الأردن. عم يقولوا لي هنيك الناس إنه كتير برد. غلط. لا لا قرأت قريت إنه عادي بهذه الشفرة تسوي وجهك. anyway يلا نكمل رسم الشفايف. اوكي ذاتس مره حلو. بس نزود كمان شيء. ياي يوم يوم صرت اسمع صوت ابوي. بعدين حنغير اللون. اللون هلا كويس. اوكي هذا الكونسيلر. يما 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 بابا حيذبحني قاعد اسمع. يلا مو مشكلة مو مشكلة حصل خير. اوكي رح احط هون شوي. هون عشان ارسم كونتور. هون. اوكي كده كويس. كده بيرفكت كده بيرفكت. صح نستنى يبرد شوي ينشف شوي ينشف شوي. اوكي 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 يا الله يا الله يا الله يا الله. قالوا لي لازم لازم من متى احنا نكون في المطار. يلا يلا بسم الله بسم الله. ينشف 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 ينشف. مسكرة مسكرة مسكرة. صح صح مسكرة مسكرة. طبعا انا لانه يا جماعة انتوا تعرفوني اني ارمش كثير. يا رب الاقي الكسارة. وين الكسارة وين ما كسرت الرموش. ربع 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 يا وين كسرت الرموش. ربع ربع رب روبي اعطيني كسارة الرموش. امانة طيران طيران. اوكي هلا بدل المسكرة قبل ما تجي ربع ايش نسوي؟ حواجبة. يا الله ما عندي بسوي بهذه نفسها المسكرة. تاخرتم يلا لسه بالكونسيلر. لا 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 شلت الميك اب انا بس حاحط كونسيلر. اعطيني اعطيني كسارة. يلا يلا مو قدام ما شفت شيء يا خراطة. العالم شاهدة. شاهدين انتوا ولا لا؟ فجأة صارت مستعجلة لأنه 9:30 وأنا مفروض 9:30 في المطار. طبعا أنا يا جماعة بتعرفوني إني أرمش كثير مشان هيك بجيب مسكرة شي إن. مسكرة شي إن بتنشف بتنشف على العين على الرموش يعني فكتير بتريحني. يا يا مامي يا يا مامي. يا الله المشكلة زاد التوتر لأنه بابا عصب وبس عصب بدون ما يحكي ولا كلمة. هون بتحسوا بالذنب لما أبوكم يعصب بس بدون ما يتكلم ولا كلمة معك. تحسوا هدوء ما قبل العاصفة. وانه انتوا رايحين على الكونسيلر نشف على عيني. يلا 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 نشف. يا مامي يا يا مامي يا الله صوت ابوي علي.
بابا طلع على السيارة وشال الشنط من السيارة وحطها من السيارة، واحنا حنمشي وانت حتضلي هون. احلفي احلفي والله العظيم. سويني من دقيقة تالي ويا رفيق.